ومعتز بيطلع برات الحارة بدون ما يخبرني؟ شو أنا رجل كرسي هون؟ اهدى لك ابني، شو معتز ولد صغير لياخد إذنك باللي بده يساوي؟ لك أنا ما قلت هيك يا مو، بس ما بصير يكون آخر واحد بالحارة بيدرى. بعدين أنا لازم خاف على أخي، لك هذا أخي لازم خاف عليه. شفت شو صار بخالي أبو شهاب؟ طلع برات الحارة وما عاد درينا عنه شي. لك يا مو، نحن هون عايشين بالحارة بحبس كبير، ما عم نعرف شو عم يصير براتها. خلصنا بقى عصام، لا تزيد على أمك، اللي فيها بكفيها. ماشي، سديت علي. اهدى يا مو اهدى، طول بالك، رح تنام ببيتك يا مو. ليش في رجال بالحارة عم ينام ببيته بعد اللي صار يا مو؟ لكن ليش ما جبت هدى ولطفية يناموا عندي؟ يا مو لطفية بايتي عند أمها الليلة، وهدى وديتها لبيت أهلها، خطي بيتسلوا، بعدين أنت عاجقة عندك، اسمعوا لخير. أنت من أهله، الله معك، الله يحميك. شو قصد عاجقة عندك يا مو؟ ليكون قاصدني إلي ولولادي. يا لطيف شو صايرة نقوزة يا بوران؟ أه والله شي بيهز البدن. بوران ماني ناقصتك أنت كمان ها؟ روحي فيقي أولادك طلعيهم على الأوضة نايميهم، يلا. قوم يا وسليم قوم، وأنتي